احنا سعداء جدا ان النهارده بتحتفل مصر كلها بمرور 100 عام على ظهور الكشف العالمي الأهم يوم 4 نوفمبر 22. كان الكشف الأعظم وهو اكتشافات الأثرية لمقبرة توت عنخ آمون. النهاردة في الأقصر في احتفالية ويتم إطلاق احتفالية كبيرة جدا على مدار الأيام اللي جاية احتفالا بهذا الكشف العظيم للمقبرة دي. المقبرة دي تعتبر الكشف الأثري الأعظم في التاريخ الحديث لأنه مقبرة عثر فيها على 5400 قطعة أثرية. خليني أقول أبرزها طبعا وأشهرها بالنسبة لنا القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون. بكل التفاصيل الكثيرة اللي أثيرت حول هذه المقبرة فضلت على مدار 100 سنة اللي فاتوا فضل هذا الكشف هو الكشف الأهم. اللي بيحصل في مصر بقى أنه في كل المحافظات بيتم عرض مجموعات من هذه القطع الأثرية في ترويج سياحي حقيقي بدأ وموجود حاليا في الأقصر. خلونا نروح لزميلتنا في الأقصر النهاردة المجلس أعلى للآثار بينظم هذه الحملة الترويجية، وزميلتنا جيهان عبد الدايم مراسلة التلفزيون المصري موجودة هناك نسلم عليها وتشرح لنا أكتر إيه اللي بيحصل النهاردة في الأقصر وإيه الفعاليات الاحتفالية بمرور 100 عام على الكشف الأثري الأعظم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. أهلا بيك يا جيهان. مساء الخير دينا، أنا بكلمك من اهلا بيكي يا دينا. النهارده بكلمك من معبد الاقصر، ويا رب تكون الخلفيه واضحه يعني من خلفي علشان تعيشوا معانا الجو الجميل النهارده الساحر اللي بيحطنا في زمن الاجداد. بنتكلم على احتفاليه كبيره جدا بدات منذ الصباح بتفقد لمقبره الملك توت عنخ امون بعدد من السفراء من مختلف الدول الاجنبيه. بنتكلم على احتفاليه ضخمة اليوم في معبد الأقصر، النهاردة بيحضرها أكثر من 500 مدعو من مختلف الدول مهتمين بجد إن هم يعيشوا معانا اللحظة الجميلة دي. وزي ما تفضلتي وحضرتك قلتي إن كان هو يعني هذا الحدث الأكثر يعني عظمة والأكثر أهمية خلال القرن 21. النهاردة بنكمل 100 عام لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد العالم الأثري البريطاني هوارد كارتر. النهاردة بنتكلم واحنا بنستمع للموسيقى وللفن الأوبرالي، ولكن هناك العديد من التفاصيل. يعني هنتكلم مع دكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار اللي هيوضح لنا النهارده هذا الحدث الهام والتاريخ. أهلا بيك يا دكتور، بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذة دينا، السادة المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهارده الأقصر في عرس. النهاردة الجمعة 4 نوفمبر 2022 بنحتفل بمئة سنة على اكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون اللي اكتشفت في 4 نوفمبر 1922. الجميل النهاردة انه العالم كله بيحتفل معانا في هذا العرس الرائع. الجميل ان النهاردة سفراء العالم في مصر جم، بدأت الاحتفالية زي ما قالت الأستاذة جيهان تقريبا على الساعة 10 صباحا في قلب وادي الملوك قدام مقبرة توت عنخ آمون. ابتدينا نشرح، ابتدينا نتكلم عن معجزات هذه المقبرة واشمعنى المقبرة الوحيدة التي تم الكشف عنها ولم تسرق ولم تمس. طبعا عشان نعرف كلنا والسادة المشاهدين انه بعد 200 سنة من حفر مقبرة توت عنخ آمون في قلب وادي الملوك جه الملك رمسيس 6 وعمل مقبرته فوقيها، فكل الرديم اللي طلع من مقبرة رمسيس 6 غطى بالكامل مقبرة توت عنخ آمون. المهم انها اكتشفت الحمد لله اكتشفت كاملة في 1922، والحمد لله الحمد لله اكتشفت تقريبا كاملة. بنتكلم على اكتر من 5000 قطعة بالضبط، 5398 قطعة اثرية داخل اصغر مقبرة في وادي الملوك. بعد زيارتنا لمقبرة توت عنخ آمون اتحركنا لبيت كارتر. لما اتحركنا لبيت كارتر هناك اتعمل اعادة افتتاح لتطوير منزل كارتر، وكان افتتاح هايل الحقيقة. اتحركنا بعد كده على بعض محاضرات استمعنا ليها من دكتور زاهي
ثم جينا على هنا على معبد الأقصر، احتفالية رائعة. في الحديث عن توت عنخ آمون، لو احنا اتكلمنا عن أكتر من 5000 قطعة أثرية، بنتكلم على تقريبا ما يقرب من 4500 تم نقلهم بالفعل للمتحف المصري الكبير، وجاري تباعا نقل باقي القطع الأثرية إن شاء الله. احتفالية هائلة جدا جدا جدا، قدرنا نلفت أنظار العالم للاحتفاليات دي. كان عندنا من بضع أشهر احتفلية 100 سنة إيجيبتولوجي، 100 سنة إيجيبتولوجي، ودي حاجة طبعا علم المصريات، وكانت حاجة الكل بيشيد بيها. الحمد لله النهاردة احتفالية، احتفلنا قبل كده في حتشبسوت بستيفانو ريتشي، عندنا احتفالية كبيرة جدا في شهر 12 ديور، ودي الإيفنتات فعلا اللي بدأنا نسلط الضوء على السياحة الثقافية. المهتمين دكتور مصطفى وزيري ان هم يحضروا الحدث ده، كانوا ايضا عرفنا ان هم مهتمين يعرفوا اسرار عن الملك توت عنخ امون، معلومات محدش عرفها، واحنا حابين ان هي تكون حصري للتلفزيون المصري. ماشي. توت عنخ امون، ودي مهمه جدا نتكلم عنه، هو تولى الحكم 9 سنين، مات عنده 18 سنه تقريبا. توت عنخ امون لما في 5 يناير 2005 طلعنا الموميا عشان يتعمل عليها السيتي سكان، أشعة مقطعية، نعرف السبب الحقيقي لوفاة توت عنخ آمون. الحقيقة بعد آلاف من التصوير عرفنا أن توت عنخ آمون قد كان في رحلة صيد بعجلة حربية. العجلة على الشمال يبدو أنها ركبت على حجرة، عوار، اتكسرت، المهم أنه هو وقع وقعتين، أول وقع على ركبته الشمال فحصل كات جامد، ثم على رأسه حصل تقريبا ما تسمى كومة، إغماء. المهم أن توت عنخ آمون مات تاني يوم من هذا الحادث. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها على توت عنخ آمون، السيتي سكان قال لنا أن توت عنخ آمون كان عنده ما يسمى بالسيفير ملاريا، صعبة جدا، وعنده هشاشة جامدة في العظام بالرغم من صغر سنه. ده كان بيفسر لنا حاجات احنا ما كناش فاهمينها. من ضمن مقتنات توت عنخ آمون 5398 قطعة، اتلقى ما يقرب من 130 عكاز كان بيستخدمهم توت عنخ آمون في حياته، فواضح انه تماما انه كان عنده مشاكل صحية. عنده حاجة تانية ظهرت معانا في السيتي سكان، ظهر انه هو عنده ما يسمى بالباكتيث او الضب. الحاجة التالتة كان عنده فلات فوت في رجله اليمين. انا استاذ جيهان عايز ارجع اسالك، تشوه في اخر صباعين من اصبع رجله. أستاذة جيهان عاوز أرجع أسألك وسؤالي لدكتور مصطفى الوزيري فيما يخص هذا الترويج العظيم للفعاليات السياحية في مصر. مهم جدا أن دكتور مصطفى كمان يقول لنا حجم الحضور اللي جاي مخصوص ليشهد هذه الاحتفالية بمرور 100 سنة. السياحة الثقافية اللي دكتور مصطفى تكلم عنها بتكون مرتبطة بالمناسبات، حجم الحضور قد إيه؟ الأعداد تقريبا قد إيه؟ إحنا عارفين أنه ده من أهم مواسم السياحة في الأقصر. أكيد أكيد دينا، يعني بتسأل حضرتك دكتور مصطفى بتقول لك حجم حضور المدعوين اليوم في هذا الحدث التاريخي الضخم، وأيضا أجندة مصر في السياحة الثقافية خلال الفترة اللي جاية، واللي أكيد الحدث ده برضو هيكون له مردود عليها خلال الفترة اللي جاية. الحمد لله كان أولا سفراء، أغلب سفراء العالم في مصر كانوا موجودين في الحدث بتاع النهاردة الصبح ده، جنسيات مختلفة من كل الدول العالم كانوا موجودين النهاردة في وادي الملوك. البعثات الأجنبية العاملة في مصر كلها كانوا موجودين، وغالبا اللي كانوا بيشتغلوا هنا في الأقصر غير اللي كان جم كمان من القاهرة. لا، عدد كبير جدا من السائحين والزائرين على مختلف جنسياتهم كلهم الحقيقة كانوا موجودين، وكانوا بيشعروا بالفخر انه بعد 100 سنة هنا بيحتفلوا باكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون، وده حدث مهم جدا جدا جدا. طيب، في عندنا أجندة؟ طبعا عندنا أجندة، عندنا أجندة فعاليات مهمة جدا جاية في الفترة القليلة القادمة. عندنا الحمد لله هيبقى زي ما قلت لحضرتك والسادة المشاهدين، عندنا عرض ديور ده برضو عرض فاشن إن شاء الله هيتعمل في الهرم على غرار اللي احنا عملناه قبل كده هنا في حتشبسوت اللي هو بتاع ستيفانو ريتشي، وقدر يسمع عالميا بشكل غير عادي، الناس كلها بتتكلم عليه. عندنا بعض اكتشافات أثرية إن شاء الله هنعلن عنها
قريبا بإذن الله تعالى. ودي برضو الحاجات اللي بتشد قوي الزائرين أو السائحين من مختلف جنسات العالم، وخاصة في نوع من السياحة بيسميهم ريبيترز، اللي هم كانوا جم قبل كده وبيحبوا يشوفوا كل ما هو جديد في علم الآثار. ده اللي بيتم تباعا، وعندنا 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 حاجات كتيرة جدا جدا جدا. شكرا. يمكن دينا سرد دينا دكتور مصطفى وزيري اللي بيتم النهاردة واللي هيتم خلال الفترة اللي جاية، وأيضا لا نغفل الحديث عن كارتر اللي هو المكتشف لهذه المقبرة، واللي كان يعني ليه اسمه في التاريخ المصري والحضاري. أرجو أن احنا نكون غطينا بقدر من المعلومات عن هذه الاحتفالية الضخمة، واللي قد إيه ساحرة واللي قد إيه جميلة والقد إيه فعلا الأقصر محظوظة أن بتتم فيها مثل هذه الأحداث التاريخية الهامة. بشكرك شكرا جزيلا جيهان عبد الدايم مراسلة التلفزيون المصري، كل الشكر للدكتور مصطفى وزيري اللي طول الوقت حماسه في الحديث عن الآثار بينقل لنا كده حالة من الشغف. زي ما قالت زميلتنا جيهان، هوارد كارتر المقتنيات بتاعته ومنزله اللي تم تجديده وافتتاحه على هامش هذه الاحتفالية من الحاجات المهمة. احنا شفنا كمان لقطات من ده.